بطل ومسكيها وكلام بين ربوع حلو نحكي الزهرات الوادي بالفيات غنينا عالميات تلاقينا عالأقصار محلو يتزال الطير الشادي نحن حكايات في باله منا نغمات موال نحن حكايات في باله منا نغمات موال لما نسمع أحلال بين الغابات بينادي لما نسمع أحلال بين الغابات بينادي أو إشبالنا الصمرة يسلم عليك يا بني تعفوك عندك تعفوك يا أهلا بعصام نحديلو عن حب سنين نحديلو عن حب سنين أهلا بعصام أهلا كاس كفر حلدة جميع جمعية كفر حلدة كاس الجميع كانت أملك وليلي هذا بصام الله عرب ملي ولي 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 شوفك يا حالك بس يا نواعي بصوت الحليب وخلي الشعر اهلا وسهلا فيك كلنا نحبكم جوا الضيعة عمروي كل يوم طوى الضيعة كل يوم طوى اهلا وسهلا حلمة هاي جامعة حلمة كل سنة تصير كل سنة تعملوا شيء عن الضيعة وتشوفوا ايش 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 فيه مغير ايش فيه لازم نعملوا شو اللي مقصرين فيه بس منحب النقد البناء منكم منحب انه تكون كل القصص بس خلاص انا جاي من البرازيل خصوص اليوم على كفر حلدة حتى اتغدى مع الشباب ونعيش الحياة القديمة اللي كنا نعيشها بكفر حلدة كيف الحال غايب والحاضر يلا خليكم جميعا حتى كاس الاموات الطيبين مطيعة كله وليك جايبين نمورة هناك ما رح تدوقها هاي النمورة لا انت ولا رهيب يا قرطة الموديين الصور على امريكا وعلى كندا وعلى استراليا وعلى دبي وعلى لبنان ما شفت حدا الا بيقول لي عم تاكل نمورة عشان موديلنا الصورة ان شاء الله مبسوط هاني يا نورة والله يا يعني بالبلاد بس في رابش شوي في رابش عطوه كذا خي عصام اهلا بكم في هذه البلدة التي لم ولن يترجمها خيال شاعر ولا ريشة رسام وجودكم بيننا يعني الكثير الكثير انتم رسل ترفعون مجد كفر حلدة وعزتها على كل بقعة من بقاع العالم أنتم الأساس في الجمعية ولكل فرد منكم قصص وذكريات وأعمال مدونة في الوجدان وجودكم لا يعبر عنه بكلمة أنتم ضياء الكلام أنتم الجمال وبكم تسمو كفر حلدة والسلام قالوا اتفقنا ويا محلى الاتفاق حلم الدايش كنت احلموا الدايش والكان غافي فينا اليوم وعي وفاق لا تسألوني ليش كان غافي ليش المهم يضل عنا لهفة الاشتياق ونوفر لبعضنا لقمات العيش وكل ما معبر الحياة علينا داء إكرامة الوطن للوطن كلنا جيش
من استراليا، كندا، امريكا، البرازيل، من الخليج اللي صار جزء منا. يلا لنخلص من الآل والقيل، تسوى نعيش وبعضنا نتهنى، من هالعمر ما بقى إلا القليل، وتنبقى يد واحدي شو كنت أتمنى. يا ما تأجل مشاريع إنماء وبنا، وإنتوا تسألوا ليش ما بتجلوا شو بنا. اسألوا الدولة، اسألوا الحكام، اسألوهم مين منهم ببلاده اعتنى، اسألوهم إعلاميين بيحطوا الملام، ماشيين بالقلب ما بيمشوا للأمام. قولوا لهم بدنا فعل ما بدنا كلام، كفانا زل حاجي بقى كفانا. سفير في دنيا الاشتراك الشاعر فايز الخوري. ما في منا الا هون هذه بالعالم. هذيك قالوا خبرني كيف ما جتك. صار حكي له حكايه اكل الاكلات وهذيك ما خبرش. ثاني مره جيت ثاني واحد قال له خبرني كيف ما جتك. قال له ميت تحت قلبي. انا ما لازم اتضحك. العلم والخبر كله بكفر حلدة يعني معناتها الجرس مزبوط ولا لا؟ ايه هاودي تعدي من بتسابع يعني كان بتسابع عندهم اعلام من 1500 سنة. You are fired. وقت اللي رحت على أستراليا بالبداية ما انبسط 6-7 أشهر بدي أرجع وصرخ وابكي، وخيي اللي طول بالك يوسف بطرس وكل اليوم اللي طول بالك بكرة بتنبسط، ما كنت مبسوط بدي أرجع. يوم بجي سعود بنت خالتي راجعة لهون، كانت هونيك وراجعة بنت خالتي أمينة، كنا عندهم بالسهرة وقت بدي أنا محروق طلعت معي، قلت لهم يا مهاجرين لبلاد ارجعوا، يا مهاجرين لبلاد ارجعوا، وين ما كنتوا علم لبنان ارفعوا، وان شاء الله كل ما رجع غايب على لبنان بيرجعوا بيرجع مية معه. طيب الله يرحمه على ايام بيوز وسبراهيني بواكين الوقت. نبقى كل ما كان في قديس يقوم العم جرس ابراهيم انا وميشيل عيطنا ناخذ المفتاح ونروح نفتح الكنيسه وندق الجرس. هونيك يوم جرس ابراهيم قال له يا ميشيل، قال له ايش؟ له عمي ما جرس ابراهيم عمك. قلت له ايش يا عمي جرس؟ قلت له ايش يا عمي جرس؟ قال لي لا. قال ميشيل، قال له ليش ما بتفوت عند ابن عمك الجوا؟ لك ما احلى اصغر منك وبيرتل مع الخوري وبيساعد. من هون لهون انا عم يشيل وفيت. قال لي ايش بدنا نعمل؟ قلت له اقراهم. صار يقرا اري 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 وخلصت الوحده. قال ايش بدنا نعمل؟ قلت له اختمت. اختمت؟ قال له طوح اخر كلمه وخلصنا منها. قال لي اختمت؟ قلت له ايه. قال له والله العظيم هذه ما كذب. اري اري خلص. قال له مي جنى ويا مي جنى ويا مي جنى. ختمها بالمي جنى. فاز المرحوم جنيس ربك بقلب الكنيسه والخلق طلع برا يخجل راسنا يا الركيد بلد. ختمها بقول يا مي جنى. في واحد يبقى يهاجمني من بتعيسي، قلت له لولا البقل والملفوف كانت حلتكم بالويل. ثاني يوم بجيب لي قصيدي بيقول لي زرعنا البقل والملفوف وسرقتوها صفوف صفوف، من عنا خدتوا الخيرات ومبتسعرت يا بالصوف. منير هلا ضبط. قلت له نحن ما سرقنا الخيرات، انتوا فلتوا هالبقرات، اكلت خيرات الضيعه وخريت على كل الطرقات. حلو. وبتسعد شو هاللقطه الله يبعث لك نقطه. كل عمر الحفيانين لا جاكيت ولا سلطه. كان عندنا محل وابن عمتي مخوي جاي تيزورني، قاعدين نحن كنا عم ناكل. تفضل يا مخوي، قول لا ما بدي اكل. بدك يقول له اقعد يا مخوي، قول له لا ما بدي اكل.
مدري كم شخص عزمته ياكلوا، انا انقهرت يا عمي يقعد ياكل لقمه، قلت له لا ابن عمتي بدك 1000 شدي تاكل، قال لي لا بس فرجعتي بتحكي. مره صرفت البقري عندنا، قال لي المرحوم بي قال لي ولو ادلي هالبقره وانا بلحقك. انا صرت فزعون من البقره، تفزع علي صرفت. شو صرفت يعني؟ صرفت يعني جنسيا تهيجت. وصارت بدها عجل يعني. فيك تعمل مونتاج بعدين. تبغى العجل. تبغى العجل يعني. نعم مشان سهل عليكم كانكم بالامارات. نعم. بقى قدت هالبقره ضلينا رايحين تحت التفاحه عند سمعون بطرسونيك بحشين جوره. عجل سليم سليم قصير صغير والبقره عندنا كبيره. فقلت هالعجل جرس مدركب ورا العجل والعجل صغير وجرس صغير، قال لي بي هديها منيح من قدام ففي فز مزبوط بالدلبي. انا هديتها فزعون بيني وبينك والد كنت فزعون هاي كتير ايش عمل وصل هالعجل صغير هيك بده فز على البقره ما في فز عيلي فز علي انا يحرق. قال لي ايش بي اخرها انه تشوف انا له انا هدي له دنبة. ايه قال لي اخرها، قلت له والله ما نعرف فز علي انا ما فز على البقى. وجاي ايه مجد تكفي لي جاي جر السلام فز علي انا العجل بده 5 ليرات جر السلام. قلت له يا عمي ما عمل شيء فز علي، بدك 5 علي ولا على البقرة؟ رحت على استراليا اول ما رحت اول مشوار تاري لعند اختي مريانة مرت سليم المر، قعدنا عندها هونيك وكذا وفي جارتها هونيك حبت تجي لعندها تعمل لها زيارة، جايب الكلب معها اسمه روكي. روكي؟ ايه روكي 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 ايه جاي هذا روكي اوتي حرق هذا بيجيني يمكن معمل مريكم في سيبي بنعمل لي على الصوفة. قلت له بسيطة حلو قريب، روحت هذيك صاحبته عم تعمل لي قهوة عم تكرمني جوا، جاي روكي عاد هندي قمت أنا متعودين هم تعرف الكلاب والبسانات عندنا يوم في مجال. وصلت لك جاي روكي من هالكلب الصغير هيك الشعر عيناي من قدام ما بيعبد صغير ما بيعشى ما بيعشى. وصل له كمان روكي قلت له كمان جاي عندي سوري من هاي رط لطه صبوت مروش جبته على الدار بتاعتي صاري صرخ فزت هذيك وثاني شايف الكلب ما مصدق كمان روكي كمان روكي يعمل هب بب بب. ما يجيش شايفني كمان شايفني يعني على على روش اشحيده قال لهم سمير قلت له خد يا عم دور روح جيب كيس هاك وعبي ما خلى نصف ولو لو 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 خلي لك شويه تحط بطيس على العليل. بزمان جاي كلب كلبين على الضيعه نزل على البستين في عنا بقرة بشقفة البغلي بنسميها الفيجوزات فوق على المعبور. بقى جي عض العجل وروح كفى عجل بتفيري بقر بتفيري السليم وكذا وهيدي. هلا النتيجة بعد 20 يوم بينت اسور الكلب على العجل. هلا امي بهالوقت هذا ايش كانت تعمل؟ كانت ترضع البقرة من العجل. ترضع ترضع البقرة من العجل؟ ترضع ترضع ايه من العجل، ايه العجل يطلع من البقرة، ايه العجل الصغير يعني الوالد العجل البيت عجل عجل العجل جملة وسخة يا نورو عجل يا حميد وتاسي منشان يفهموا الاسترولي للعجل البايبي البايبي الصغير يعني ايه البايبي ايه يرضع من امه وامي استعمل بعد ما يتمنع العجل تحلب البقرة وتبيع الحليبات بالضيعة. هلا فيليب مزرعون يروحوا يقولوا لك يا عمي عن يبيعوا حليب بالضيعة من بقرة كلبينة يمكن تلقط من العجل كلب وتكلب البقرة وهلا عن العالم عم تشرب حليب من البقرة بدها تكلب الضيعة. كنا على المصيبة هلا كيف بدي أقوس ولاد الضيعة بدها تكلب كلها سوا. كون على هالمشكله ايش بدي اعمل اعدام ولا بدنا اعدام كله ايه بدنا نعمل اعدام مثل ايش اسمه مثل استلام بالزمان نحط نصف ونرش ولاد الضيعه يحرق.
بدي اهرب على استراليا. لا قلت له العود المزرعوني هناك مره يا حرام. قلت له لايك هلا بتروح لعند فيليب. قال له حميد عيناي حمر وكد في هيك بشكل وكد في من شكل بشكل غريب يا زلمه. كان نقول معته وفادي عند فيليب. روح عود الخبر والخبريه خبر الخبريه. انا قلت له هلا بعد شي ربع ساعه انا بفوت لعنده. كان عامل الديوانيه عامل الديوانيه فيليب وقاعدين كله لهيك الشباب هونيك وقاعدين من رئيس هذا يحكي كذا. كان مخبره فيليب سبع هيك. قال له صحيح حميد هيك؟ قال له ايه. قال له رايلته شطت يا زلمه قدامي على الارض وحكاني بشكل غريب. صور له بمخه انه انا كلبت. بعد شي ربع ساعه انا حملت حولي فت لعند فيليب البط الباب لابط وفت الجو لا مرحبا ولا شيء. وبكرت عيني هيك بفيليب وبفادي وبنقول معتوق هيك. ورحت قعدت حد فيليب. فيليب قوم من حد مني هيك ونقل على مقعد الثاني. برامت هيك صرت وكد بزري عيني بارز عيني باللي موجودين. ورحت وقعدت حد فيليب رجعت. يا خي ايش في بدو تعملوا عندي؟ حلوا عني يا خي يعود الاجبك لي ما لو عن قال لي شيء. انا قوم من هونيك قعد قعد ثاني محل قعد ثاني محل هونيك. قمت انا برامت بالقلب هيك وضلها بكرت عيني فيليب وقعدت حد منه للزيت منه. سوري بعد عني لز فيه بعد لز فيه اخر شيء وكت فيه هيك. عدت مالك علي. الزغلول كان باستراليا ودعيته جمعيه كفر رحلده تيعمل حفله ويقبل المرحوم رشيد معتوق. هيدي النهايه من انا ما بعرفها كلها بس بعرف نكتي من النهايه. قال له اوه وهلا بعد ما الوقت معنا طار يا ريح. وهلا بعد ما الوقت معنا طار يا ريح عالبنان وديني. طيب عايش بغربي وجروحاتي كتار ومن ضام من يقدر يداويني. قالوا عايش بغربي وجروحاتي كتار ومن ضام من يقدر يداويني. وبكره الكفر حلده وبكره الكفر حلده رحت مشوار بركع عتربه رشيد معتوق بلو بشبر تراب داوي هني. طيب فرح الدب كل الاحوال فرح الدب كل الاحوال بسدني عملت مجد وعز. حلو فرح الدب كل الاحوال بسدني عملت مجد وعز. جمعيتها بالاجمال عقصون الارزي بتعز وعقصون الارزي بتعز. مش بتكرم بالمال لما المحزوزية تحز فيها يوم نخوي رجال بالدمات بتفديها بالدم نخوي رجال بالدمات بترويها. صرنا نغني ليل نهار غرسالتنا نقديها. طيب 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 طيب